يعني نور، قديش حلوة هي الأجواء اللي شفناها هلأ على الشاشة. يعني رمضان له دائما أجواء خاصة، طقوسه وأجواء جدا جميلة. قد حلوة بالمحافظات السورية إنه نحن رغم كل الآلام والجراح، بنعرف نحن حادثة الزلزال والكارثة الإنسانية، بعد الناس عم تحاول تلاقي لها فسحة أمل، ورمضان دائما مختلف. يعني حتى بهي التفاصيل اللي عشناها بيجمعنا، بيعطي محبة ومودة ورحمة بالقلوب، فهي الطقوس كثير جميلة. لما نحكي عن شهر رمضان المبارك هايدي، يمكن لازم نحكي عن كثير من القيم الأخلاقية اللي بتحاول الأم أو الأهالي يغرسوها بولادهم، لأنه أكيد. مفهوم الصيام أو الهدف الأساسي من الصيام مو فقط الصيام عن الأكل، نحن عم نقول الصيام عن كل الأمور، نحكي عن الأذى، عن الكلام السيء، عن الإهانة، عن كل الأشياء يمكن تكون مؤذية للآخر. مفاهيم الصيام، العادات والتقاليد، الكثير من القيم الأخلاقية الجميلة خلال هيدا الشهر فينا نتعلم منها. أكيد بنقول إنه ختام محطتنا الصباحية رح نحكي عن الطفولة وتعليم الصيام للأطفال بعمر مبكر، يلي ممكن يكون أمر مهم للغاية، لكن الأهالي ممكن نور يعانوا من بعض الصعوبات بالتعامل مع هدول الأطفال وتوعيتهم حول أهمية الصيام بشهر رمضان المبارك وتعليمهم الفضائل والعبادات والمعاني اللي بيحملها شهر رمضان الكريم، من الصبر، من التسامح، من فعل الخير. أكيد كل هاي الأمور لنعزز عندهم القيم الإنسانية والأخلاقية، وأكيد هذا الشيء بتم من خلال أنشطة ومكافآت تحفيزية للأطفال. لنحكي أكثر مشاهدينا عن هذا الموضوع، بسعدنا أن تكون معنا الاختصاصية التربوية الدكتورة خنساء البدوي. يسعد صباحي. يسعد صباحكم. رمضان كريم علينا وعليكم. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحي. خلينا نحكي عن شهر رمضان الكريم، شهر الرحمة، المودة، الصبر، التحمل. كثير في قيم جميلة خلال شهر رمضان المبارك. اليوم فيني أنا اليوم خصوصا الأطفال بالسنوات الأولى، يعني لأنه كثير من الأطفال لسه ما بتعرف، عم نحكي عن 5-6 سنوات ببلشي تعليميا وتدريجيا شو هو شهر رمضان والقيم الأساسية منه. هلا شهر رمضان الشهر المنتظر بالسنة بشكل كامل. صحيح. يعني نحن دائما بنعد الأشهر شهر ورا شهر انتظارا للشهر الكريم، الله يجعله شهر تغيير وفرج علينا يا رب. هلا بالنسبة للأطفال، نحن دائما وقت اللي نقول طفل دون 6 سنوات ممكن يخيل للطفل بأنه رمضان هو شخص جاي يدق الأبواب أو شخص بده يجي لعنا يزورنا. أبدا الطفل ما بيروح أنه شهر رمضان هو شهر صيام، شهر صبر، تعويد للعبادات. فنحن بس ننتقل لعمر 6 سنوات، بس يصير الطفل عمره 6 سنوات بصير واعي أكثر للمنظومة تبع شهر رمضان، وبصير قادر أكثر على فهم شهر رمضان أو شو بيعني شهر رمضان. غالباً نحن ربينا بأسرنا على أنه نحن نتعلم الصوم بدرجات المآذن أو صوم الحمام، أنه اليوم نحن صمنا للظهر، بكرة للعصر. صحيح. بعدين بلشنا شوي شوي نعتاد صوم بالشكل الكامل. غالباً نحن بنقول الصوم ما فينا نقول لطفل تحت 6 سنوات انه بدنا نعلمه الصيام، لانه هو ضمنيا الطفل دون 6 سنوات ما بيعرف شو يعني صبر، ما بيعرف شو يعني تواصل. صحيح. ما بيعرف شو يعني الجماعات العائليه، ما بيعرف شو يعني ممكن نستخدم لغه بسيطه سهله قريبه لفهم الاطفال. خليني اقول بعد عمر 6 سنوات برجع بقول لك، هلا اذا بتسالي اي طفل من الاطفال دون 4 سنوات مين رمضان او شو بيعني رمضان، بيقول لك بكره بده يجي لعنا، بده يجي يزورنا، قال لي جاي لعنا. هو بيرجع المفهوم الطفل. صحيح. الصغير لشخص اكثر من اني اقول انه هو شهر. فبتلاقي الاطفال بعد 6 سنوات هو قادر على فهم المنظومه. هون شوي شوي انت بتعطيه المساحه الحره تبعه، طبعا انه بكره نجرب نصوم ساعه، بعدين ساعتين، 3-4، هيك لحد ما يوصل للعمر اللي هو يعني محدد له فيه صوم، أو يصير قادر هو على تقبل آلية الصيام. من صبر، من إنه هو يتحمل جوع وعطش. تمام. يعني يمكن دكتورة ما بيكفي إنه نحن نخبر الأطفال عن أهمية شهر رمضان وكيف يصوموا والعبادات اللي ممكن تكون موجودة. ممكن نحن أكثر يعني نخلق لهم بيئة يقدروا يشاركوا فيها، ممكن يشاركوا بالزينة الرمضانية، ممكن ياخذون على المسجد، يمكن يعلمون كيف قراءة القرآن. قد مهم المشاركة اليوم. هي الأجواء نحن بنشوفها باليوم اللي بيتم في إعلان شهر رمضان. صحيح. من عجقة الأسواق، شراء القناديل الرمضانية أو الفوانيس، زينة البيت، هي كلها بترجع خليني أقول بالأولوية الأولى للأم. وقت الأم بدها تزين البيت، أنه تسمح للطفل يشارك، أنه نحن بكرة حنبلش بشهر حلو، شهر خير، شهر رحمة. هون الطفل ببلش يتلقى المعلومات الأساسية من الأم، معلومات شهر رمضان من الأم، لأنه هي الدافع الأول لإله بالتعليم.
وقت اللي بيشوف الاهالي عم تجتمع على السفره، لانه اغلب اليوم كل حدا معجوق بشيء، الاب معجوق بعمله، الام بشغله ممكن او بالبيت، الطفل بمدرسته، يعني بتحسي الوقت العائله اغلبه رايح بعجقه الايام. فرمضان دائما عم يجمع العيله على سفره وحده، على قعده وحده، على دردشات وحده، انه اليوم حكينا مثل ما عم تقولي الجماعات العائليه، السفر الرمضانيه، جمعه العيله الكبيره من الاهالي بشكل كامل. هي كلها بتعطي للطفل تعاريف عن شهر رمضان. برجع بقول استخدام البيئه الرمضانيه مع الطفل، بانه انت وقت بتنزليه على السوق يشوف زينه رمضانيه، نحن كثير بنشوف الميدان شلون بتتزين، هي السنه تم تزيين الشوارع بطريقه كثير حلوه، بصف الصغير كثير، كيف الصغير هو برجع بقول اربع خمس سنوات هي بتبلشي معه بالزينه، يعني بيقول شهر رمضان تلاقيه ببلش عم يزين مع اهله، عم يحط الاكل، لسه شوي شوي يعني عم يتعلم، عم نحكي سن ما فوق ست سنوات بلش عندهم اساسا المفاهيم يعني تكون اوضح بالنسبه لهم. طب بما انه يعني كثير من التفاصيل بيتعلموها الاطفال من الاهل، خلينا نحكي شو الاخطاء الشائعه اللي بيوقعوا فيها الاهل خلال شهر رمضان المبارك مع الاطفال يبلشين الصيام. يعني نحن بنعرف مثلا كيف لما تقربي الطفل من الله انه هو بيحبنا نكون صالحين، في ناس مثلا بتقول لك لا بيحرقك بالنار، لا كذا، في بعض الاخطاء اساسا ومفاهيم خاطئه ممكن يوقعوا الاهل فيها، خلينا نركز عليها خلال شهر رمضان المبارك. هلا نحن اكبر خطا ممكن نهاجم فيه الطفل بالجنه والنار، لانه هو بالنهايه ما بيعرف شو جنه وما بيعرف شو نار، من المفروض اني انا اعززه مفهوم هذا صح هذا خطا بالبدايه. بعد عمر الست سنوات هون ببلش بعزز المفاهيم الدينيه الصحيحه، لانه هو ببلش يتلقاها بالاسلوب الصحيح. هلا البيئه الاولى دائما نحن بنقول للطفل هي الام والاب، فانت المنهجيه الصحيحه دائما انت عم تاخذيها والبيئه الصحيحه من الاهل، فأي ارتكاب سلبي للأهالي قدام الأطفال هو عم يبعد الطفل عن الأهل، أو عم يعمل ردع أو ردة فعل عند الطفل إنه هن تصرفوا هيك، أنا ما بيصير يلي لا تتصرف هيك لأنه هو غلط. فأنت عم تفقدي حتى السيطرة على الطفل بهي المرحلة، إنه أنت ليش تصرفت وأنت ضمنيا ما رح تقدري تقولي له إنه أنا أكبر، أنا أبوك، أنا أمك، ما بصير تحاسبني، لأنه الطفل ما بيتعامل أساسا الدين معاملة، يعني مفهوم الجميل للدين والقيم الأخلاقية. نفسية اسمها أوليغا سبورا بتقول أنه هلأ التربية عند الطفل، التربية الحديثة، هي تحدي عالي للأهالي، بأنه أنت تعطي المساحة الكاملة للطفل يكون هو حر، عم يحكي بالطريقة اللي بتناسبه، الطريقة اللي ممكن أنت ما تفهميها عليه، بس أنت عم تعطيه المساحة الكاملة لحتى هو يحكي بالأسلوب يلي بده يعبر فيه. التربية الحديثة بتعتمد كتير على أساليب قوية، لازم الأهالي حتى تكون عندهم هي الأساليب، لأنه برجع بقول نحن الطفل بهذا الوقت ما عاد ينضبط بالمنظومات الاجتماعية إذا ما كان في ثوابت أولى للتربية، إذا ما بتكوني عم تربيه على الصح ما فيكي بعدين تقولي له أنا بدي ربيك على الصح، لأنه أنت بالنهاية عم تفقديه، والعلم الأول عند الطفل هو الأساس. تمام. يعني بما أنه حضرتك عم تحكي عن أساليب التربية، قديش غلط اليوم نحن نجبر الأطفال على الصيام؟ ممكن احنا نتبع معهم بخطة بسيطة انه اول شيء يصوموا ساعتين، اذا صاموا هدول الساعتين ممكن احنا نكافئهم، نسني عليهم كرمال هنن يمارسوا لسه هي العادة. هلا بالبداية نحن وقت بدنا نعلم الطفل الصيام لازم يكون انا عندي اسلوب التحبيب والتحفيز للطفل. صحيح. يعني انا ما فيني اقول له اليوم بدك تصوم انت غصب عنك، خصوصا اذا الاهل مصائمين، يعني فرض على كل انسان يصوم رمضان، لا ما فيكي تعلمين الطفل بهي الطريقة، من المفروض انا استخدم معه المحببات. هلا مثل ما حكينا اذا بدي ارجع للمرحله الاولى بالصغر، انا بالنهايه بكون عم بستخدم معه الاسلوب الصحيح بالتربيه والتعليم، فوقت بكون انا زارع الطينه الاولى او عامل اللبنه الاولى للطفل بالاسلوب التعليمي معه، هو رح يستنى رمضان لانه انا بدي صوم، بدي اتعلم صوم. بنرجع بنقول الزينه والاجواء الرمضانيه هي اللي عم تدفع الطفل لحتى يصوم، تلاقي الطفل صغير بعده اربع سنين انا صايم، تلاقي اكل، طب انت مو صايم، عم بتسحر انا هلا. يعني الاساليب بتستخدم اساليب مضحكه احيانا للاطفال ولكن هي ممتعه معنا يعني. طيب خلينا نحكي معك بالختام دكتوره خنساء، شو اهم النصائح اللي بتعطيها اليوم لكل الاهالي اللي عم يتابعونا، لانه بعدنا نحن باول ايام شهر رمضان المبارك، ان شاء الله بينعاد على الامه الاسلاميه بالخير والصحه، لانه بنعرف في ضغوطات عم يعانوا منها كل الاهالي، الماديه والاقتصاديه والساعات الطويله بالعمل، احيانا بتلاقيهم بيتصرفوا بعض التصرفات الخاطئه مع اطفالهم، فخلينا نعطيهم بعض النصائح كيف يستغلوا هذا الشهر الكريم. هلا اكبر خطا نحن بنرتكبه انه نحن نقول لأطفالنا
انه نحن بدنا نعلم الطفل الصبر، الصلاه، العباده، وانا كاب وام ما بعملها، يعني انا اذا كان صبري قليل وعم اقول له لابني انه الصبر هو مفتاح من مفاتيح رمضان، هو ما راح يتلقى انت ما عندك صبر، فنحن من المفروض بالبدايه نكون نحن المعلم الاول للطفل بس بالاسلوب الصحيح، يعني انا وقت اللي بدي اعلم ابني صلاه كون انا عم صلي، وقت اللي بدي اعلم ابني صوم كون انا عم صوم، سواء كان الاحساس بالفقراء هي المنهجيه تبع رمضان، لانه بالنهاية رمضان مو لحتى جوع وأعطش، لا، هي بالنهاية للإحساس بالفقراء، تعلم الصبر، الطاعات، إنه أنا أكون حدا ملتزم، أتعلم الالتزام شوي، هي الأمور اللي إحنا دائما بنقول لازم يتربى عليها الطفل. وقت اللي بتكون التربية الأولى صالحة وصحيحة، أنا بالنهاية ما عم بفقد السيطرة على الطفل بمرحلة المراهقة أو بالكبر، لأنه بالنهاية المنهجية ماشية بالطريقة الصحيحة والأسلوب الصحيح. فنحن دائما بنقول للأهالي ومنأكد كثير على انه كون انت الصح، لانه طفلك عم يمشي على المنهج ذاته، انت القدوه له وانت المنهج الصحيح، اذا بيشوف اي خطا منك هو رح يرتكبه لانه انت ارتكبته، واذا بيشوف الصح انت منهجه الاول وقدوته الاولى، فكون انت الصح لحتى هو يكون صح. طبعا. نهايه نحن اكيد بنلجا لتربيه جيل سليم وصحيح لحتى يبني المجتمع بيصير يعني صحيح. فينا نقول انه هو الصيام صعب شوي على الاطفال، نحن لازم يكون في عندنا عنايه بغذائهم، بدهم فيتامينات معينه، نتاكد من سلامه صحتهم حتى نخليهم يصوموا. يعني طبعا اكيد قديه لازم نركز على هذا الموضوع. اكيد يعني انا وقت اللي بكون عم يصوم عندي طفل عمره 9 سنوات صيام كامل او 8 سنوات او 10، من المفروض انا عممه الغذاء تبعه يكون صحي باسلوب كامل من اجبان والبان، فواكه، الامور، الاطعمه اللي بتحمل الاوميجا 3 للاطفال اللي بتعزز عندهم المناعه والقدره على التحمل. هلا بسبب الموضوع الاقتصادي كل اللي حكيناهم اساسا صعب شوي موجودين على المائده للاسف، يعني اكيد تستعيد ببعض البدائل. اكيد يعني بالختام نشكرك دكتوره خنساء البدوي على وجودك معنا، نتمنى يا رب كل الاهالي يكونوا استفادوا. شكرا كثير لك. شكرا كثير لك، وينعاد عليك بكل الخير.